انفجرت قبل قليل هنا عبوة يدوية أدت إلى سقوط 8 جرحى دون أي شهداء بحسب خلية الإعلام الأمني، لكن المواطنين هنا حدثونا عن عدد أكبر. أما الآن فالحركة طبيعية كما تشاهدون، حركة الزوار طبيعية، الذهاب والإياب وسط إجراءات أمنية مشددة، وأي تفاصيل جديدة سنكون فيها معكم من على شاشة الفلوجة الفضائية، تابعونا.